شو هذا الحق والطاس؟ هل سيتم اعطاء محاسبة اسهم في الاسهم التي تم اختيارها؟ جزيرة اصفرش من كاس افريقيا الدور الاول فشل في وصول نهاية كاس العالم، هل سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الاخفاء؟ ذلك بعد ما كان افضل افريقيا غادر الدور الاول وشلنا في تاهل نهاية كاس. والله العوامل التي ادت الى هذا الاخفاق عوامل كثيرة، هناك عوامل بعض العوامل الداخلية ولكن أكثرها خارج يعني تحكم الإطار خارج الإطار الجزائري أيضا، أنتم تعلمون ذلك جيدا. معالي الوزير بخصوص استقالتك اليوم عضو كلمة تفيد على آخر رشيد القصبي ما كانش في إمام يصاب يعني هذا يعني أنتم تعرفوا باللي القانون واضح في الإطار، سيتم تطبيق القانون بحذافيره فيما يخص المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.